من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كم كان الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاصروه، كم كانت الفرص عظيمة بالنسبة إليهم، كم هو محظوظ أن يكون مع أمين الله في أرضه وحجته على عباده أن يكون مع نبي، خاصة مع سيد الأنبياء والرسل. هل كل أولئك الذين عاصروا الأنبياء على مر التاريخ، أو الذين عاصروا النبي الأكرم نبي الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل كلهم عرفوا قدر هذه النعمة أنهم يعيشون مع نبي، وأن هذا النبي يعيش بينهم وهو فيهم، يجدونه في الطرقات، يلتقون به إذا شاءوا، يسألونه إذا احتاجوا؟ هل تصورت نفسك مرة وأنت حتى في عالم المنام والأحلام، إذا تصورت نفسك مع النبي، فما هو الشعور العارم الذي يمتابك في تلك الحالة؟ أنت جالس مع رسول السماء، مع سيد الخليقة. أليس من حق البعض أن يقول: يا رب، أعطيت هذه النعمة لبعض الناس وحرمتنا؟ يا رب، أعطيت هذه الفرصة لكثير من الناس والأغلبية منهم ما عرفوا قدر هذه النعمة، وحرمتنا من ذلك؟ كم من نبي قتل على يد الذين عاصروه؟ كم من نبي أوذي وهو يؤدي رسالته للناس؟ مع معرفة الناس بأن الأنبياء لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يطلبون من أحد مصلحة لأنفسهم، ولا يريدون أن يكونوا سادة على الناس. هذا التساؤل أحيانا أنا أسمعه بصيغ مختلفة: لماذا انقطعت النبوات بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا لم نكن نحن في عهد النبي؟ ولماذا حرمنا من هذه الفرصة العظيمة؟ مبدئيا اسمحوا لي أن أقول أن هذه الفرصة، فرصة معاصرة الأنبياء، أتيحت لكثير من الناس، ولكن غالبية الناس ما عرفوا قيمة تلك الفرصة، ومن ثم أن لا نكون في عهد النبي ولا نعرف قدره، هذا أمر مجيد. لكن أن نكون معه ولا نعرف قدره، أو لا سمح الله أن يكون أحد معاصرا للنبي ويؤذيه ولا يسمع له ولا يطيعه، هذه فرصة عظيمة.
لكن إذا ضيعتها فأنت من الأخسرين أعمالا، أنت من الذين خسر الدنيا والآخرة معا. حجة الله عليك تكون كبيرة حينئذ. هذا النبي كان بينكم تشوفوه، رأيتم معاجزه الواحدة تلو الأخرى، ومع ذلك ما أطعتموه. فمن الجيد أنه لا نكون في عهد النبي بس نعرف قدره، نعرف قدره، ونتمنى لو كنا معه، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا أفضل من أن نكون مع النبي ولا نعرف قدره ولا نطيعه ولا نؤذيه. الأمر الثاني أن الله عز وجل في كتابه الكريم يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه المعية ماذا تعني؟ الذين معه يعني الذين كانوا معه في المكان، أو الذين كانوا معه في الزمان، الذين كانوا في مكة مثلا، أو الذين كانوا في المدينة، الذين كانوا في عهد رسول الله. هذه المعية قطعا ليس المقصود منها معية المكان ولا معية الزمان، لأن كثيرين كانوا في عهد النبي في مكة المكرمة، وأغلب أهل المكة ما آمنوا بالنبي وآذوه وطردوه، وهاجر مرتين من مكة، مرة إلى الطائف ومرة إلى المدينة، وما عاد إلى مكة إلا حاجا، وبعد ذلك لم يبق في مكة. الآن زعلان من أهل مكة أو بأي سبب آخر، بالنتيجة حينما عاد إلى مكة فاتحا لهذه المدينة المقدسة ما بقي فيها. هذه المعية إذن لا يقصد بها معية المكان ولا معية الزمان. كم من مشركين بقوا على شركهم حتى بعد وفاة رسول الله، كم من كفار بقوا والنبي بينهم إلى أن توفى الله نبيه وذهب إلى ربه. إذن لا معية المكان مقصودة ولا معية الزمان. الذين معه في المنهج، الذين معه في الصراط المستقيم، الذين معه في الإيمان، الذين معه في تلك القيم والمثل والمبادئ التي جاء بها النبي، وهذا يشمل كل إنسان يكون مع النبي في أي وقت، يعني يشملك أنت أيضا. الذين معه أي الذين مع النبي مو من حيث الجسد وإنما من حيث الروح، مو من حيث المكان والزمان إنما من حيث الدين. الذين معه في دينه، الذين معه في منهجه، الذين معه في التزاماته تجاه الله عز وجل. هذه الفرصة متاحة لك. بل أكثر من ذلك، في أواخر أيام رسول الله، بل ربما في أواخر ساعات حياته في الدنيا، كان مريضا شديد المرض، ذهب مع شدة مرضه وزار قبر حمزة وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء أحد، ثم في طريق عودته إلى بيته بكى. بكى النبي، النبي عمره 63 عام، النبي أصلد من الجلمود، النبي لا يبكي بلا حساب. فبكى النبي وتعجب المسلمون، ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال اشتقت إلى إخواني. أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، أما إخواني الذين يأتون بعدكم ويؤمنون بي ولم يروني، ما شافوني، ذول إخواني. أنت حينما تؤمن بحبر على ورق بكتاب الله عز وجل ولم تر رسول الله حينما يتلو هذه الآيات، يعتبرك رسول الله أخا له، ويشتاق إلى رؤيتك ويبكي شوقا إليك. هذه الفرصة متاحة دائما، هذه فرصة متاحة. قلنا أن سورة الحجرات هي سورة العلاقات، تبدأ من العلاقة مع الله
وعدم التقدم على الله، ثم العلاقة مع النبي وعدم التقدم على رسول الله وإطاعة رسول الله، والقبول بأن يكون الشخص مطيعا لا مطاعا مع النبي، يعني مو النبي يطيع. احنا شوفوا عندنا شغلتين، عندنا إطاعة وعندنا قناعة. بعض الناس يمشون بناء على قناعتهم، احيانا هم يقول اذا انا ما مقتنع بشيء ما اعمل به، لازم اقتنع. احنا عندنا اشياء قناعة لازم نمشي عليها، اذا كنت مقتنع مؤمن مطمئن على يقين في قضية معينة لازم اعمل بيقيني، لان انا مقتنع. لكن عندنا شيء اسمه إطاعة حتى مع عدم القناعة. المطلوب فيما يرتبط بالله وبرسله وبالأولياء الإطاعة وليس القناعة. ما لازم النبي يقنعني، ما دام أنا أؤمن بأن هذا رسول من الله وأن الله أرسله لكي يبين على لسانه ما الذي يرضيه وما الذي يغضبه، ونعلم منه أحكام الله عز وجل، هذا عرف، هذا كافي، أن أطيعه بدون سنجين، بعد ما يحتاج إلى شيء. في عهد رسول الله كان هنالك درع بيد يهودي ادعاه النبي، النبي قال هذا الدرع درعي، اليهودي قال لا مو درعك، هذا مو درعك. فذهب إلى أبي بكر، أبو بكر سأل رسول الله هل عندك شاهد على أن هذا الدرع درعك؟ النبي قال له ما عندي شهود، شهود من البشر ما عندي. فقال إذن يا رسول الله الدرع يبقى لليهودي، ما عندك شهود؟ الإمام علي دخل قال لي أعطي الدرع له، أعطي الدرع بسرعة قبل ما أسبقك بسيف ذي الفقار، أعطي الدرع. فقدم الدرع رسول الله، قال له قولي صدق، قال سرقته من رسول الله في معركة كذا، أنا سرقته، إي أنا الدرع درع النبي. ثم قال الإمام علي صدقناه في أنه رسول الله، أفلا نصدقه في درع؟ عندك شهود لو ما عندك شهود؟ شو النبي لازم يقنعك بكل صغيرة وكبيرة؟ يوم اللي تروح عند طبيب مثلك لا علم دا ياخذ من الله ولا حكمة ولا يوحى إليه ولا يسدد بجبرائيل، يوم اللي يعطيك أدوية تاخذ من عنده وتطلع برا، ولا كل دواء تناقشه فيه هذا الدواء شو يسوي؟ شو له تأثيره علي؟ يقول لك شو قم روح، ما مقتنع بي كطبيب روح اتغيري. حينما الأمر يرتبط بالله وبرسل الله وبالأولياء هنا مجال الطاعة. بعد القناعة خليها صوب، والله أنا ما مقتنع، مقتنع ما مقتنع، لازم هذا تسمعه وتمشي عليه. هنا مو مكان القناعة، هنا مكان الطاعة. زين، شنو الفرق الآن؟ احنا ما ندري في قضايا معينة، لا ندري هذا مكان القناعة مكان الطاعة. بسيطة جدا، ما دام هنالك نص هنا مجال الطاعة. في نص، نص من القرآن، نص صحيح من حديث رسول الله، لا بد أن تطيعه، لأن في نص. هذا مو في مجال الاجتهاد ولا مجال أنه أنا ما مقتنع. حينما يرسله النبي، يرسل الإمام علي إلى اليمن، يقول بما تقضي بينهم بين الناس؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال بسنتك يا رسول الله. قال فإن لم تجد، قال باجتهاد رأيي. إيه نعم، كتاب الله ما موجود نص فيه، نص من حديث ما موجود، حينئذ الشيء اللي أنا مقتنع به أحكم به بالنسبة إليهم. قال بارك الله فيك، وقال أقضاكم علي، أعلمكم علي، أعدلكم علي. زين، ووضع يده على صدره، حتى أن الإمام علي فيما بعد كان يقول بعد أن مسح النبي بيده المباركة على صدري ما شككت في قضاء قط. حتى أن الخليفة الثاني، طبعا يوم اللي يحتاجون الى شيء اللي ربط بالعلم بالحكمه يرجون للامام علي، ما عندهم شاره، كان اعلمهم بلا شك. مره سال الامام علي انه انت شلون بسرعه تحكم وحكمك صحيح؟ شلون؟ فالامام علي قال هذا كم؟ قال له خمسه. قال له انت شلون حكمت؟ قال واضح عندي، قال كل شيء بالنسبه لي واضح مثل هذا خمسه.
أكبر، ما يحتاج أفكر. أمر من الله، علم من الله، حكمة من الله. مهم، حينما يكون هنالك نص من النبي فلا بد أن تطيع النبي. آية قرآنية موجودة وأن إلى ربك المنتهى. بعد ما يقول لك آية قرآنية يقول ما علي بالقرآن، شو ما عليك بالقرآن؟ يعني ما عليك بالله، أنا ما علي بالقرآن. أشوف في أبسط القضايا ترجع إلى فت خبير يدعي أنه خبير، وكثيرا ما يشتبه هذا الخبير، طبيب يشتبه، جراح يشتبه. في بريطانيا 4000 واحد خلال كل سنة يموتون بسبب أخطاء الأطباء، أخطاء الجراحين 4000 هم يخطئ، بس النبي لا يخطئ. يوم اللي يوصل للنبي لازم تكون قانع بالموضوع، لازم أنت توصل للقناعة في الموضوع. هذا مو في مجال القناعة، هنا المجال مجال الطاعة. هسه اجوا جماعة يطلبون من النبي أن النبي يطيعهم، النبي لازم يطيع هذول، وكانوا معاصرين لرسول الله. وقال هاي الآية شنو تبين؟ الآية شنو تقول؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لعنتم، توقعون في مشكلة، توقعون في كارثة إذا كان يسمع كلامكم. يعني كانوا جماعة يطلبون من النبي أن النبي يطيعهم، هالشكل كانوا يردون النبي يطيع. زين، ثم ربنا يقول الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الحب شنو موقعه في الإيمان؟ أنا مؤمن بوجود الله عز وجل، كافي؟ لا، مطلوب أن تحب الله. الحب مصدر الطاعة. شوفوا، خلي أضرب لك فرد مثال جدا بسيط. أكو شخص يعمل بشيء لأنه يحب. الأم تحب ولدها فهي تعطي من نفسها لولدها، تسهر الليل على سلامة ولدها، تجوع حتى يشبع ولدها، تعطش حتى يرتوي ولدها، مستعد تضحي بحياتها في سبيل ولدها. الدافع ماله شنو؟ الحب، حب الأم للطفل بدون ما ترجو من هذا الوليد أي مصلحة وأي شيء. حتى أنا أعتقد 99% و9 من 10 من الأمهات ما يجي في بالهم يوم من الأيام يحتاجون إلى هذا الولد اللي اليوم ده يطعموه وده يسقوه وده يرعوه وده يهتمون به. أبدا ما يجي في بالهم جزاء ولا شكور، عطاء من طرف واحد لأنه في حب. الحب لا يبحث عن مصلحة، الحب لا يبحث عن مردود، أنه أعطي حتى آخذ. هاي مو فاتحة الأم بقالية تعطي فلوس كيلو شكر وتأخذ الشكر وتروح للبيت. الأم فاتحة مدرسة الأمومة، عطاء من طرف واحد، فهو عطاء خالص، حب عذري بلا رغبة في مصلحة. أحيانا أنت تسمع كلام واحد لأنه تخاف من عنده. شرطي المرور يوم اللي أنت تسوق أكثر من المقدار المحدد لك، بس ما تشوف من بعيد سيارة الشرطة تأخذ بريك، ما شكل بقولة واحد كان يقول إذا شفت سيارة الشرطة خاف من الله، لأن الناس يخافون من الشرطي، فتطيعه لأنك تخاف منه. أحياناً أنت تعمل الشيء لشخص في مقابل شيء لأنه تأخذ من عنده أجر. ولذلك الإمام علي كان يقول إن قوماً عبدوا الله رغبة في ثوابه، أجر كانوا يردون، فتلك عبادة التجار. وإن قوماً عبدوا الله خوفاً من عقابه، فتلك عبادة العبيد، خايف من الشرطي. وإن قوما وجدوا الله أهلا للعبادة فعبدوه. ذول أحبوا الله، يردون يطون لله، حتى لو ظنوا بأن الله يدخلهم النار بس يعبد الله، أن يحب الله، يحب الله. إلهي ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من النار ولا رغبة في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. في القرآن عندنا هواية حديث وكلمات حول الحب،
والذين آمنوا أشد حبا لله. ذول اللي يعبدون الأصنام يحبون أصنامهم، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صدق تحب الله يا ولد؟ ارجع إلى قلبك شوف ربك تحبه، أو خوفا من ناره وخوفا من العقاب، خوفا من جهنم، ولا قضية حب عندك. يا حبيب من تحبب إليه، كان شعار المسلمين حتى في الحروب، إلى الرفيق الأعلى، صديق، رفيق، حبيب. هذه الأدعية الموجودة في كتبنا، هذه الأدعية المأثورة عن النبي وعن أهل بيت النبي، أغلبها تدور حول محبة الله عز وجل. زين، الحب رب العالمين يبدر نظرتها في القلب، أنت تنميها من خلال شنو؟ من خلال المعرفة. أنت شنو كنت؟ كنت عدم. هذا العدم رب العالمين أعطاه نقطة من الوجود، وبعدين كبرك، بعدين كثرك. أنت في بداية تكونك في نطفة، أكبر ميكروسكوب بالقوة كان يقدر يشوفك، هل قد كنت صغير؟ من اللي كثرك؟ من خلية واحدة إلى مليارات الخلايا، من غير رب العالمين؟ من أطعمك؟ من أعطى المحبة لوالديك حتى يرعونك، حتى يسهرون على صحتك وسلامتك؟ من خلال المعرفة يزداد حبك لله، من خلال الإيمان، العمل الصالح، العبادة، هذه الأشياء تزيد المحبة بمرور الزمن. إذن رب العالمين حبب إلينا الإيمان كبذرة نموها علينا، نمو الإيمان علينا إحنا، قلت من خلال العمل، من خلال الطاعة، من خلال أن تعطي لله حتى مو في مقابل الأجر، بس لأن الله يرضى بهذا العمل. مو مهم عندك الله يعطيك ثواب عليه ولا لا، شلون يصير؟ يعني ما نرغب في الثواب؟ نرغب، هو يعطي، هو كريم، بس حتى لو ما يعطيك، مثلا تقوم بعمل نيابة عن الآخرين، تقوم بعمل نيابة عن أخيك، نيابة عن أبيك، نيابة عن من لا تعرفه، ثم تعرفه. كان عندنا سيد رحمة الله عليه اسمه السيد أحمد جبرائيل، فترة كان يعيش معي في البيت أيام اللي كنا في البحرين. يوم من الأيام إجا دخل البيت، كنا إحنا مجموعة جالسين، قال قوموا صلوا صلاة الوحشة. قلت له المن؟ منو متوفي؟ قال هيك شفت فرد واحد دا يشيعه، ما حد كان ورا جنازته، أخاف أنه ما حد يصلي له صلاة الوحشة، قوموا صلوا إلى صلاة الوحشة. هذا دا يصلي صلاة الوحشة يطلب من وراها مصلحة إليه؟ لا، أصلا منو هذا؟ عبد من عباد الله. خلاص، أن تعطي لمن لا تعرفه، بل أكثر من ذلك، أعط من حرمك، صل من قطعك، حبا لله، لا لمصلحة تصل إليه، ولا رغبة في جنتك. هذا معناه شنو؟ لرضاك، لحبك. أريد أعطي، ما أريد أخذ يا الله، حتى من الله ما يريد يأخذ. مين؟ إن كان هذا يرضيك فخذ، حتى ما يطلب من الله أنه ولده يبقى سالم. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ، خذ حتى ترى. والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا يقول أولئك هم الراشدون. غريب، الخطاب مباشر للصحابة، لو يطيعكم يا أيها الذين آمنوا، يوم اللي يوصل إلى النتيجة يقول أولئك هم الراشدون، ما يقول أنتم الراشدون. الآن يأتي من يستشهد بهذه الآية المباركة أن جميع الصحابة كانوا راشدين، وقضية نظرية عدالة الصحابة، كل واحد صحابي إذن خلاص ما قاله ما فعله صحيح وراشد. أولا الرشد يعني شنو؟ إحنا عندنا رشد جسمي البلوغ، وعندنا رشد روحي. رشد الجسمي أن هذا الطفل كان صغيرا وكان جسمه يأتي من شغل معين، لكن وصل إلى مرحلة
تغير جسمه يأتي منه أشياء أخرى لم يكن قادراً عليها. الرشد الروحي، كلمة الرشد أساساً يعني الشيء الصلب، حجر رشيد يعني الصلب، يعني ما يتراجع، ما يتنازل، ما يتغير، ما يتبدل، ما يتكسر، هذا في الحجر. الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده، يعني وعيه، فهمه، إدراكه، التزامه، يوصل إلى مرحلة ما يسوي خطايا، ما يسوي ذنوب، لأنه يعرف عواقبها، فإذا هو رشيد. تشوف الطفل إذا أعطيت ميدفع السيارة في سن معينة مغرور وتعجب المغامرات، يدوس على البنزين 200 كيلومتر بالساعة. ليش؟ لأنه ما دي يحسب حساب، ما دي يحسب حساب الأخطار المحدقة به إذا ساق السيارة بهذه السرعة. لكن الشاب اللي وصل 18 سنة مثلا، لا، هذا يحسب حسابات، يدري أن هذه السرعة قد تدخله في داهية، قد يقضي على إنسان، قد يكسر نفسه، قد يقتل نفسه. إذن إنسان رشيد يحسب حسابات، يحسب حساب العواقب، مو الشيء إذا أحب يسويه، إذا رغب فيه يسويه، لا. أولئك هم الراشدون، يعني الذين يطيعون رسول الله، لا يتقدمون على الله ولا على رسوله، وعلاقاتهم مع الفاسقين أنهم لا يسمعون كلام الفساق إذا رأوا معصية من واحد، بعد ما يثقون به، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أولئك هم الراشدون. أولا رب العالمين جاب هذا بصيغة الغائب، مو بصيغة الحاضر، ما قال أنتم الراشدون. لماذا؟ لأن الرشد عبارة عن مجموعة من القيم والمثل، تلتزم بها فتكون رشيدا، تكون رشيد لأنك ملتزم، لأنك تطيع الله، لأنك تعمل الصالحات. أما إذا ما تعمل صالح، أنت تخالف رب العالمين، أنت مو رشيد، لأنه كان مع رسول الله، إذن يعتبر رشيدا، وما يجوز لك أن تحاسبه، ما يصير. مرة كنت أناقش واحد قال لا، الصحابة لازم احنا نؤمن بهم، وهم أفضل الخلق بعد رسول الله، ولا أحد منهم يخطئ. قلت له مثلا شو ما يخطئ؟ قال النبي قال، قال رسول الله لعن الله من سب أصحابي. قلت له أولا هذا الحديث احنا ما نثق فيه ورواته مجهولون، لكن عندنا مجمع عليه من سب عليا فقد سبني، هذا مجمع عليه، ماكو طائفة من المسلمين لا يؤمنون بهذا الحديث، من سب عليا فقد سبني. هم كانت عندهم فرق طريقة، أي شيء اللي يقدرون في شيء خلوه إلى جنبه، حتى هذا الامتياز يأخذوه من الإمام علي، هذا المقام يأخذوه من الإمام علي، ما قصروا في هالمسألة. قال لك من سب أصحابي فقد سبني. قلت له زين. قال قلت له مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل كان من أصحاب النبي أم لا؟ قال إيه كان من أصحاب النبي. مالك بن نويرة من أصحاب رسول الله، وكلفه النبي أن يجمع الحقوق ويوصلها إلى النبي، كان من بني تميم، والنبي كلفه وكان في عهد رسول الله يجمع الحقوق يوصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عنده فرد منصب عند النبي، مقام عنده، شيء مكلف به من قبل رسول الله. قلت له هذا شو تقولون فيه؟ قال هذا ارتد. قلت له زين، يعني في نظرك يمكن يكون فرد واحد من صحابة النبي ويرتد؟ أكل ما أكو، سكت. قلت له بعدين الخليفة الثاني يقول ما ارتد. الخليفة الثاني تكلم على خالد بن الوليد يوم اللي جاء وقد قتل مالك بن نويرة وتزوج زوجته وهي في العدة، واعترض على ذلك الخليفة الثاني، قال لا أنت لازم نقيم عليك الحد. زين، مع قطع النظر، إذن ماذا تقول في مالك بن نويرة؟ تقول أنه ما يكفي فرد واحد يوم من الأيام من صحابة النبي، هذا ما يكفي، لابد أن يبقى على الخط، هذا معنى الرشيد أصلا. بعدين قلت له أسألك، قال ما يجوز، مثلا كان يتكلم حول معاوية يقول ما يجوز أحد يلعن. قلت له الإمام علي من صحابة النبي أم لا؟ مع قطع النظر أنه أخوه ووصيه وآخاه النبي
وزوج ابنته والخليفة الرابع كان من صحابة النبي أم لا؟ قال إي. قلت له من سبه، من سب عليا فقد سب رسول الله، صح ولا لا؟ قال إي. قلت له معاوية سب عليا. قال اجتهد. قلت له شوف، يوم اللي في نص ما عندنا مجال للاجتهاد، اجتهد فأخطأ فله أجر. زين هذا اللي يزدي أيضا يجتهد ويعطي الله أجر، في مقابل النص ما عندنا مجال للاجتهاد، اجتهد فأخطأ، هل مثليين هم يجتهدون فلهم أجر؟ اللي يقتل، اللي يزني، اللي يسرق، اللي يظلم هم يجتهد. ليش هناك بتقول أكو قيم وصل عندنا لازم يلتزم بيها؟ إذا ما التزم بيها بعد هذا ما يعتبر رشيد، ما يعتبر عادل. ثم حديث النبي في كتاب البخاري، النبي يقول عن يوم القيامة: وأنا على الحوض وإذا بأصحاب من عندي يذادون كما يذاد البعير، أقول يا رب أصحابي، يقول إنك لا تدري ما الذي أحدث بعدك. يعني إذا فرد واحد يوم من الأيام، يوم من الأيام كان شاب، الآن صار شيخ كبير شايب شايب، ها أنت مع ذلك تقول هذا شباب؟ عمي يوم من الأيام كان شباب، الآن مو شاب. يوم من الأيام كان خوش إنسان، الآن مو خوش إنسان. يوم من الأيام كان صادق، الآن كذاب. هم تسميه صادق؟ يوم من الأيام كان مع رسول الله، بعدين بدل، بعدين غير، بعدين ظلم. الصحابة بعضهم قتل بعضا، بعضهم قتل بعضا. ومعاوية مو فقط سب الإمام علي، سنة سب عليا على المنابر. 80 سنة كان أمير المؤمنين، قبل خطبة الجمعة وبعد خطبة الجمعة وفي الطرقات كان الخطباء يسبون عليا ويلعنون عليا. زين هذا ما يشمل هالحديث؟ معفي؟ ليش معفي؟ يعني أحكام الله للناس إلا للصحابة؟ حتى إذا زنوا بامرأة في العدة، حتى إذا قتلوا إنسان بريء يبقى هذا رشيد ويبقى هذا ما حد يتكلم عليه؟ بعدين تعال عمي، قلت له تعال، اللي يجتهد ويخطئ إلى أجر؟ قال إيه. قلت له زين إذا أنا اجتهدت أنه يجوز لي قتله في الواحد أو يجوز لي سب واحد، ليش هنا أنا باك تجر وبائي لا تجر؟ أنا مجتهد، أنا باجتهادي عرفت أنه يجوز اللعن لهذا أو لذاك، إيش عجب هنا أنا تقول لي ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ هذا مجتهد. أشو الاجتهاد مالكم؟ اللي بيه قتل وسفك الدماء يزيد بن معاوية يقتل الإمام الحسين بعد يبقى أمير المؤمنين عندكم، وما يجوز فرد واحد يلعنه؟ الله يلعنه ويلعن أبوه جده وعشيرته كلهم، شلون ما يجوز؟ سيد شباب الجنة يقتله بعدين يبقى أنه هذا كان من التابعين صار أمير المؤمنين، إن شاء الله يحشرك وياه الله، الله يحشرنا مع الحسين ويحشرك مع يزيد. شنو هل إلغاء العقل وإلغاء الدين؟ أنه الله بالقرآن قال أولئك هم الراشدون. قلت له بعدين نفس الآيات هذه في سورة الحجرات قبل آيتين الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ وليد بن عقبة وهو من صحابة النبي، الله يسميه فاسق ويثبت في كتابه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، أنت تقرأ هذا فاسق، وبعد سطر الله يقول هذا من الراشدين؟ شلون يعني؟ لو الطفل شكل يتكلم ما تقبل من عنده، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف. معقول القرآن يتناقض ويا نفسه؟ يعني قبل كم سطر يقول إن جاءكم فاسق، وكل المفسرين يبينون الفاسق منه كان؟ واحد من صحابة النبي وليد، وبعد سطر الله يقول أولئك هم الراشدون، هذا الفاسق ترى خوش إنسان. عجيب، هذا منطق، هذا لغة عربية، الدين يناقض نفسه. النبي يقول سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، اللي قتل الإمام الحسين واللي حز رأسه وحمل رأسه وعياله وبنات رسول الله من بلد إلى بلد، هذا يدخل الجنة وأمير المؤمنين وما حد له حق يتكلم عليه. لحد ليش الله جاز أنبياء ورسل؟ فرعون أيضا اجتهد، هامان اجتهد، قابيل اجتهد، عجب هذا الاجتهاد مالكم؟ يوم اللي تردوه يشتغل،
يوم اللي ما تردوا ما يشتغل. هذا الاجتهاد ما ما ماكو شيء ثابت عليه، ماكو قيم، ماكو مثل، ماكو احكام، ماكو شريعه. على كل حال، الله حب الايمان بذره بذرها في نفوس جميع الناس، لان الناس يولدون على الفطره، وفي فطره الانسان الايمان بالله وحب الله عز وجل. ويكون رشيدا من يلتزم بالقيم والمثل في علاقاته مع الناس، في علاقاته مع الانبياء، في علاقته مع الدين، وفي علاقته مع الناس. والا لا هو رشيد ولا هم يحزنون. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.